تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والتقى العاملين بالمجلس، ووجه وزير الأوقاف قيادات المجلس الأعلى والعاملين به بالتفاني في خدمة دينهم ووطنهم وفي حمل رسالة ديننا الحنيف ونشر قيمه السمحة والمعالجة الحكيمة لكل أزمات العصر ومستجداته، وأن يكونوا أمناء وأوفياء لوطنهم، وأن يكونوا واجهة مشرفة تليق بأرض الكنانة مصر وشعبها العظيم، وأن يحملوا مشاعل العلم والنور إلى كل قارات العالم والإنسانية كلها.